أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نرى كثيرا من الناس لا يبدأ في الدعاء إلا عند وقت العصر إلى الغروب في الحج، والبعض يبدأ بالدعاء من حين يصلي الصبح. الدعاء المشروع هو مجاز من الدعاء في كل وقت من يوم عرفة، لكن الدعاء المتأكد إذا فرغ من صلاة الظهر والعصر جمعا مقدما يبدأ الدعاء إلى أن تغرب الشمس. نعم.